أعزائي المشاهدين مساء الخير، نستكمل الليلة الحوار مع المهندس حسب الله الكفراوي وزير الإسكان والتعمير واستصلاح الأراضي الأسبق. أهلا بحضرتك مجددا يا فندم. أهلا بحضرتك، شكرا جزيلا، ألف شكر. من أول دقيقة مع دكتور علي لطفي وهو رجل مهذب، قال لك يا سيادة الوزير، وبشكل الوزارة قال لك يا سيادة الوزير هل ممكن انك انت تاخد وزارة الاسكان من جديد وتترك وزارة استصلاح الاراضي؟ تمام. انت غضبت وحصلت مناقشة ورشحت له، اعتقد وقتها كان عبد الرحمن لبيب او ما الى هذا. من اول مشكلة حصلت مع الدكتور علي لطفي كانت خاصة بعطاء رصيف الحاويات بميناء دمياط في المرحلة الثانية، وحضرتك كان وجهة نظرك وقتها ان هذا العطاء الدولي ممكن ان يعود لمصر بعائد يغطي تكلفة الميناء كلها في 3 سنوات. اللي حصل ان نشر هذا الطرح في الصحف القومية الثلاثة، وما ان رأى هذا وزير النقل سليمان متولي حتى استشرت غضبا وقال لك انت وزير انشاءات مالك ومال التشغيل. كانت وجهة نظرك ايه؟ لا انا عمر ما كنت غابت عني الحقيقه دي، ما انا ببني افران. هو قال لك كده، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام، يعني دي حقيقه مؤكده. اه ان انا بعمل مشروع ولا اديره، يدير اصحابه. ما انا عملت سوق العبور او سوق 6 اكتوبر، انا ماله بال ادارتهم اللي بيديرهم محافظه القاهره. بس بعد ما بكمله لغايه باب التشغيل اقف. واخد بال سعادتك؟ ف انا كنت خدت موافقه من سفير اليابان على ان احنا نعمل المرحله الثانيه بتاعت ميناء دمياط. المرحلة الأولى نجحت ولسه الناس بيشتغلوا، يعني بيلموا نفسهم بقى، بيلموا حاجتهم. فتم فرصة والناس موجودة، ما نعمل المرحلة الثانية بالمرة. يعني هتكلم دلوقتي قد تكلفة وقتها يمكن حوالي 100 مرة، حوالي 100 مرة، مش أقل من 100 مرة. فقلت والناس لسه موجودة، المرحلة التانية عبارة عن شوية تكريك وستاير سندة ويعملهم اليابانيين. فأنا رحت السفير الياباني وقلت له إيه رأيك تجيب لي قرض حكومي؟ جاب لي قرض حكومي، عرض يعني قال لي في موافقه على 30 مليون دولار، قرض على 40 سنه وبفايده حكوميه 1.3% و10 سنين سماح. فطبعا يعني الكلام ده بيبقى سر، ما في السر يعني. قدمت مذكرة لمجلس الوزراء ف ما توافقش عليها بكل اسف. ومصر يعني طبعا ميناء دمياط دلوقتي بحجمه اللي هو فيه اكبر ميناء في مصر وامن ميناء في مصر، يعني الموانئ الاخرى بتقفل في النواه، ميناء دمياط ما بتقفلش في النواه. من دمياط في اكبر غاطس بحري، يعني اكبر السفن العملاقه، المراكب العملاقه ملهاش مينا في مصر غير مينا دمياط. ما بتدخلش مينا في مصر الا قناه السويس ومينا دمياط على وجه التحديد. فالمهم كان يوميها يوم كده ينفع فيلم كوميدي يعني. انما يعني الرئيس مبارك زار دمياط واستقبل استقبال
يعني اسطوري من شعب دمياط في تفقد المرحله الاولى. في تفقد المرحله الاولى ذكر الناس باستقبال الرئيس جمال عبد الناصر ايام حمدي عاشور. مهرجانات. مهرجانات كانت يعني جامده قوي. مهرجانات بحريه ومهرجانات بريه واعاد للاذهان من جديد زياره عبد الناصر في عهد حمدي عاشور، وكان هو ابن دمياط وكان من الضباط الاحرار ومحافظ دمياط، وبعدين بعد كده بقى كان اسكندريه. لكن لوحظ بعد ذلك ان ما كانش فيه دعم حكومي بمعنى اصح لهذا المشروع ايام ما كنت حضرتك يعني. لا هو ايه، انا انت ما حسيتش كده؟ الناس لا انا حسيت يعني ان انا بقيت تقيل على قلب ناس كتير. واخد بال سعادتك؟ وابتدوا زي ما قلت لك، انا الثلاث سنين الاخرى كنت مخنوق. يعني كنت في حاله نفسيه يعني بحاله ربنا. يعني بحاله ربنا. فحسيت باني يعني مش مطلوب ان الجدع ده يبقى موجود. يعني الوحيد اللي كان بيسندني حسني مبارك. الوحيد. انما طبعا له قدره على الاحتمال يستحمل لغايه فين، الله اعلم بقى. ف جت حدوته بقى يستحمل كتير منك يعني. جت حدوته تراد الفرج قطعت الحدوته. لكن يعني بعدها يعني دكتور علي لطفي لم يمكس طويلا في وزارته، وزارته كانت وقتها قليل. جاء من بعده دكتور عاطف صدقي. وما حدث مع الدكتور يعني تكرر نفس السيناريو، تاخد وزاره الاسكان وتسيب وزاره استصلاح الاراضي، والمره دي تدخل الرئيس مبارك شخصيا. وحتى يعني هقول لحضرتك على وقع، حضرتك رحت قبل حلف اليمين بساعه كامله. لا كان حلف اليمين الساعة 8 الصبح، ورحت من الساعة 7 في عابدين. ورحت من الساعة، والتواجد الساعة 7 يعني مكتوب في الدعوة كده. ورحت انت من قبل كده، فرحت الساعة 7 الدنيا لسه ظلمة في الشتاء. واخد بال سعادتك؟ فأنا داخل عابدين يا دوب كده داخل، التقيت الرئيس حسني مبارك داخل. كنت أنا لابس جرافطة كحلي من قطب أحمر باينة سودة. قال الله انت لابس جرافطه سودا ليه؟ قلت له لا ده كحلي زي مزاجي. فضحك. ايه خير في ايه؟ قلت له انتوا لغيتوا وزاره التعمير؟ لغيتوا، كان في النشره بالليل. قالوا بقى الوزارات شكلها ايه؟ كان وزير الاسكان ودوله للتعمير. مفيش حاجه اسمها الدوله للتعمير. التعمير يا وزير تعمير، يا مفيش دولة للتعمير. واخد بال سعادتك؟ يمكن التعمير من نوع آخر. فقال لي لا 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 ولا يهمك، تعالى. وخد معاه وكل حاجة تتصلح. وصلح القرار. لكن يعني أنت لك عبارة شهيرة بتقول فيها كنت وزيرا في عهد الرئيس مبارك لمدة 12 سنة. 8 سنوات منها عسل واربعة بصل. 9. ماذا تعني بهذه العبارة؟ لا التلم بقول لسعادتك الثلاث سنين الأخارة كانوا نكد. نكد. نكد 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 نكد. يعني بتقفل عليا. يعني يعني كلها عينة مثلا لما أكبر مينا في مصر بتتفتح. مش اللي يفتح رئيس الجمهورية؟ ولا مين؟ طبعا هي أي دولة في العالم بتعمل كل يوم مينا؟ ده كل كذا جيل لما بتعمل مينا، كل كذا جيل. كل كذا قرن. لما بتعمل مينا. فلما رئيس الجمهورية ما يفتحش المينا حاجة عادية؟
مش عاديه. تمام. لما روض الفرج اتعمل فيه كده، الضواحي العشرة التقيت واحد كان بتاع جغرافيا بيقول الضواحي العشرة بلاش. طبعا هو معاه حق بعض الحاجات لان في اخطاء حصلت، لان مش هتنفذ باريس غير القاهرة طبعا يعني. ف وجل التقى الرئيس يقول لي سيبك من الضواحي العشرة. سيبني من الضواحي العشرة يعني سيبني من الضواحي العشرة وكل الشغل اللي عملناه والدراسات والبتاع كلام من يعني. حسيت بقى ان انا ايه، يمكن في وجهه نظر ويمكن في وجهه نظر ان باريس تختلف عن القاهره بالطبع يعني. الزنب كترت قوي. كترت قوي. لا انت اكتر وزير في مصر اخذت الزنب واسفين في حياتي، في حياتك. هقول لك ده كانوا بيقولوا انك انت الصديق الصدوق لفؤاد سراج الدين، الصديق الصديق الصدوق للدكتور حلمي مراد. حصل؟ حصل. وهو طبعا يعني انت طبعا ده شرف ليا، شرف ليا ده يعني. فؤاد باشا سراج الدين ده من اكبر فين وانا انسان وطني يعني، كراجل رمز من رموز الوطنيه المصريه، وهو اللي نجد والدك فاكر؟ لا والدي طبعا يعني فؤاد سراج الدين راح بيتنا. انت اصلك وفدي متاخر كما تطلق عليك. راح بيتنا في كفر سليمان. فؤاد سراج الدين جاب بيتنا في كفر سليمان. واخد بال سعادتك؟ في جوله انتخابيه. كان لعبد العزيز البدراوي. واخد بال سعادتك يعني؟ وكان يعني كان ابويا يحبه جدا وانا كنت احب الراجل ده جدا، وحتى يعني كانت علاقتي بيه ممتده، كنت بروح ازوره في بيته وبيجي لي يزورني في المكتب. حاول يوصلوا ده للرئيس مبارك. الرئيس مبارك لم يستمع. تعرف لا لا لا. ما بيهتمش بهذا مطلقا. انا بقول لك الرئيس مبارك يعني كتر الف خيره طبعا، استحملني كتير. واخد بال سعادتك؟ استحملني كتير. استحمل ذنب كتير فيا. واخد بال سعادتك؟ اخدت الذنب واسفين. وانا ما وانا وانا يعني ما بجريش من مواجهه يعني، بطبعي في مواجهه بواجه. اللي عارف طريق حاجه فيها يتفضل يلمسني فيها يتفضل. هل نقل تبعيه سوء العبور من وزاره الاسكان الى محافظه القاهره هي سبب اصرارك على استقاله؟ ما هو انا مش هدور سوء العبور، انا مش هدور سوء العبور يعني. انا ببني الفرن بتاع العيش وبسلمه لوزاره التموين، وببني المستشفى وبسلمها لوزاره الصحه، وببني المدرسه وبسلمها لوزاره التربيه والتعليم، وببني المينا وبسلمها للموانئ. بمناسبه المينا، مره من مرات في زياره للعريش يعني لما بفتكرها، كان وقتها المحافظ بتاع العريش يوسف صبر ابو طالب. طبعا. ويوسف صبر ابو طالب طبعا من الناس اللي ما تتكررش. ده تقريبا في بدايه الثمانينات. ف شخصيه لا اخر السبعينات، اخر السبعينات او اوائل الثمانينات، لان انا عملت معاه حوار في هذا التوقيت تقريبا. وبعدين قاعدين بالليل في الاستراحه عنده، كنت بروح سينا كتير جدا، وطبعا بقول ان سينا العمل فيها عباده، وسينا كل اسف كل اسف كان في مشروع بمد ترعه الاسماعيليه تحت قناه السويس لري القطاع الاوسط 400 الف فدان. ما اتعملش. كل حزن واسى. واخد بال سعادتك؟ فالمهم قاعد مع يوسف صبري بالليل، وبعدين بيقول لي ايه، ان في حرب 67 كانت بتنزل الدبابات الامريكاني من البحر على شاطئ العريش،
واحنا ما عندناش في العريش امكانيه بحريه نهائي. وقاعد بيحلم كراجل عسكري ازاي يحمي المنطقه دي، يحمي المنطقه دي. فقلت له اعمل لك مينا. قال له مين اللي هيسمح لنا؟ قلت له مين الصيادين يعمل ندوه، ومين الصيادين هي ما اشتغلش بتاع، نعمل مينا للصيادين. وعملت بالفعل، وعملنا مينا الصيادين، عملت في الطور كمان، وعملت في الطور، وعملت فيه طريق على الحدود اللي اثار اسرائيل. وجالي السفير الامريكاني فرانك ويزنر. كنت في مرة قبل موضوع طابة بفترة طويلة، رحت بروح سيدة كتير جدا، فرحت القطاع الأوسط، وصلت لغاية مطار راس النقب، فالتقيت العساكر بتوعنا يعلم بحالهم ربنا. كشك خشب مدهول فيه ترابيزه عليها عيش من جنزر، بكتيريا بيضه وخضره، وايد الجرايه بتاعت الخبر السود. عساكر فين؟ تتحرف لهم حفر في الارض متحوطه بقفص حديد اسمه قفص القرد، وحواليها ساتر من شكار الرمل. المنظر ده استفزني جدا. مصر خبر اسود، والعساكر الاسرائيليين على مرمى البصر بايده اليمين التليفون على ودنه، والدريكسيون في ايده الشمال، والبريه حاططها في البتاع السبلايت اللي هنا دي. ايه ده؟ حزنت. ايه ده؟ علشان اوصل طابة بقى اللي احنا بنحارب معركة بتاعت محكمة العدل ومحكمة والمعركة الدبلوماسية الكبيرة اللي خدها الرئيس مبارك فعلا لاسترداد طابة، كنا لسه ما استلمناهاش وكانت شغالة على ودنه، ولوكالة الهيلتون موجودة على مرمى البصرة اهي. وعلشان تروح طابة دي لازم تخش جوه حدود اسرائيل، المداء يوصل لك. ففي اليوم ده خدت قرار بقى نعمل طريق مباشر ما يخشش حلول اسرائيل، طريق منحدر للوكاند الطاب، واعمل طريق على الحدود بيننا وبين اسرائيل من رفح لطابه، واعمل رصيف بحري في طابه، واعمل محطه تحليه ميه. أنا فتحت في العملية دي وقامت القيامة وما قعدتش. بقول لك جالي السفير الأمريكاني فرانك ويز، قول لي إيه اللي أنت بتعمله في شرق سيناء؟ طبعا. قلت له أنت مالك؟ إيه اهتمامك؟ إيه اللي قال له ولاد عمك زعلانين؟ قلت له ما يتفلقوا. إحنا بنسألهم إيه بيعملوا، إيه اللي بيعملوا في غرب إسرائيل؟ على حدودنا؟ هما مالهم؟ زي ما عندهم طريق حدود انا بعمل طريق حدود. وجهت طابة بتاعتنا بعمل لها طريق علشان انزل لطابة من مطار راس النقب. احنا بناخد منهم مية الشرب، بعمل محطة تحلية مية شرب على رصيف بحري في ارضنا بدل ما ناخد منهم مية شرب. وكانوا بيغلسوا على العساكر بتوعنا يأخروا عنهم المية عشان يزلوه. طب ما نعمل الكلام ده، وبدات اعمل المشروعات دي لغايه ما جالي فرانك ويزر يقول لي الكلمتين دول، فردت عليها الرد ده
وبعدين طبعا خدت نصيحة ان انا اهدي شوية يعني اعمل الصح اللي بيتعمل الصح اللي بيتعمل بس من راحة شوية. انت ظللت وزيرا لمده 17 عاما. الساده المشاهدين ما يعرفوش حقيقه مهمه جدا، وهي انك الوزير الوحيد في العالم الذي لم يجلس على كرسي الوزاره. يعني كنت بتجلس كرسيك كان في ظهر باب المكتب، عمرك ما جلست على كرسي الوزاره. الله. هل كنت بتحس بقى ان كرسي الوزاره خاليا ولا ايه؟ ايه الاسباب؟ لا لا هقول لك على حاجه، دي التربيه. راجعه للتربيه. الله شاهد، الله شاهد للاب والام. وبعدين الحته بتاع اللي جوه البني ادم اللي بينه وبين ربنا. كرسي الوزاره قبها، قبها جدا، ممكن اتسطل، واخد بال ساعات. طب وليه يا ابني؟ ما احنا كده كويسين. ما جالي، كانوا بعد حادثه الاعتداء على حسن الالفي جابوا عربيات مرسيدس مصفحه، العربيه بمليون جنيه للوزراء. تمام. فانا قالوا لنا تعالوا استلموا عربياتكم. فانا ما رضيتش لا ابعت حد ولا استلم عربيه، مش عايز عربيه. انا معايا عربيه بيجو بقى لها 15 سنه معايا، فضل من الله ونعم. فقال الله يرحمه عاطف صدق المكتب يعاتبني ليه انا ما بعتش اخد العربيه. فقلت له لا ابويا كان عنده عربيه ولا امي عندها عربيه، وانا عندي عربيه مكفياني تمام بقى لها 15 سنه وفضل من الله ونعمة. قال لي انت بتحرجنا؟ قلت له بحرجكوا ليه؟ ده قرار قررناه علشان حادثة الاعتداء بتاع. قلت له والله انا خدام، بعتقد ان انا خدام كويس. اللي عنده خدام كويس هيحاول يعتدي عليه. ما اعتقدش ان حد هيرضى ههون على حد انه يعتدي علي. وصممت على ان ايه، ما اخش العربيه وما خدتهاش. فوانا قاعد انتريه كده التقى الدمور طالع من الاستدابه دي في مكتبك في الوزاره، في مكتب الوزير. قال لي ايه ده يا كفراو؟ ايه المكتب اللي انت قاعد عليه ده؟ قلت له ده اوجه من بتاع امي كتير. ايه؟ اوجه من بتاع امي كتير. قال لي انت مش بيجي لك ضيوف؟ قلت له بيجي لي ضيوف بس علشان يعرفوا ان احنا بلد فقيره، ويعني الحمد لله على كده كويسين قوي. تاني يوم التقيته بعت لي طقمين من عند بنترمولي. رفضته، قلت لهم، قلت لبتاع بنترمولي، قلت له رئيس الوزراء طالبهم لنفسه ودهم لمجلس الوزراء. وبعتهم مجلس الوزراء. ونرحت بقى لصاحبي زميلي مدير مكتبي، قلت له تنجيد للطقم ده، تنجيد تاني، ونجدته وكملت. يعني جددته في دمياط عندك بقى؟ لا جاب لي راجل منجد غير له الكسوه و انت قعدت يمكن 17 سنه وزير، وكنت وقتها اقدم ثالث وزير في العالم بعد جرومكو وانجر بتاع المانيا. ما انا كنت بقول للرئيس حسني كده لما اجي اهزر معاه علشان امشي. واخد بال سعادتك؟ ده بعد كده في اللي قعد 20 و25 سنه. معلش. قلت له يعني ما عادش اقدم مني دلوقتي غير جرومكو بتاع السوفيتي. ايوه، بتاع اسمه ايه كان؟ انجر. بتاع امريكا كان اسمه، كان وزير خارجيه.
كيسنجر؟ لا 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 كيسنجر ما عادش خالص. اه لا بتاع المانيا الغربيه انجر. ايه انجر؟ ايه انجر؟ لا لا اللي قعد فتره طويله جدا كان وزير داخليه اظن ولا ايه. اه فقلت كفايه عليا بقى كده يعني ما انا خدامك في اي حاجه تانيه بس كفايه عليا كده اروح بقى. لكن انت قدمت استقالتك في 15 اغسطس 93 قبل الاستقاله الاساسيه في 15 اكتوبر 93. اه وقدمتها للدكتور اسامه الباز في منزلك. لا لا انا بعتها على رئاسه الجمهوريه. لكن انا معلوماتي بعتها على رئاسه الجمهوريه. انت مش عايز تقول؟ لا بعتها على رئاسه الجمهوريه. اه وصرفت العربيه بتاعت الحكومه ترجع للحكومه تاني وبعت الاستقاله على رئاسه الجمهوريه. اسامه جابها وجالي البيت. فكرت قصتها. وغيرنا الصياغه بتاعتها. وقدمتها له تاني. وخدها وهو نازل طبعا. واتفقنا على انه يعني خلاص امشي. قيل انك انت بعد كده كنت لا تزال وزير لانك هتخلف 15 بعدها بشهرين. اي نزلت رحت على المكتب وجمعت كل العاملين وقلت لهم انا استقلت وخدت وعد بقبول الاستقاله وانا قاعد معاكم ضيف لغايه التعديل الوزاري. ورحت عملت عمره. وقيل انك انت بكيت على بكاء مريرا على استار الكعبه. هل دي حقيقه؟ الله شاهد ان بوكا الراحه. انت بكيت بكاء مريرا. بكاء راحه وطمأنينة وسعادة لأن يا رب الحمد لله المشوار خلص وطلعت على رجلي وطلعت بشرفي وطلعت عملت حاجة لبلدي وخلصت ضميري من ربنا وما فيش عبد يطلب من ربنا أكتر من كده. أنت لم تتعرض سوى الإزاء النفسي فقط أما إنجازاتك فلم يستطع أحد الحمد لله تفضل أن يطولها بأي تخريب. الحمد لله. مفيش كلمه تتمس. مفيش كلمه. مشروعات في كل انحاء مصر بمئات الملايين اكتر من 40 مليار. وانا عايز اقول لسعادتك على حاجه. انا جيت الوزاره زي ما قلت لك التقيت كل انتاجنا من الاسمنت 2 مليون طن و400 الف وبنستورد 10 مليون طن. عملت 15 مليون. عملت 15 مليون جداد نوفي. طبعا. واخد بال سعادتك بعطاءات دوليه. بعطاءات دوليه. هقول لسعادتك. أول عطاء عملته. رسي على كان اتنين متنافسين. بلجيكا وألمانيا. فالأرخص ومطابق للمواصفات البلجيكي. فراح السفير الألماني قابل ممدوح سالم. يقول له احنا كنا عايزين العطا ده. فممدوح سالم يعني ألمانيا بتخدمنا وتقدم لنا معونات وكلام من ده. طب وماله؟ فقال له روح للكفراوي. فجالي. انا داخل بقى على ان هعمل 10 15 خط. مش خط واحد. قلت له طيب تنزل لمستوى السعر الاولاني وتديني تسهيلات. قال انا موافق. خلاص اعملوا وضبوا ورقكم على كده وانا هبعت استاذن رئيس الوزراء. ورحت كاتب ورقه لرئيس الوزراء علشان رئيس الوزراء يحولها على عمنا الميسوني ياخد موافقته. واخد بال سعادتك؟ انا ماضي بقى على الورقه. فالتقيت ممدوح سالم بيكتب اوافق. قلت له لا لازم تبعتها للتخطيط الاول. قال لي يعني وانا اقل وطنيه منك؟ ما هو عارف الحدود. طبعا. لا طبعا. لا طبعا.
بمناسبة يعني، طب أنا أنت قدمت استقالتك، هل يمكن لإنسان مثل حسب الله الكفراوي يعني أن يضع أحلامه وأماله على الأرض دون أن تتحقق في مشروعات عظيمة القيمة والفائدة مثل ما تم إنجازه من قبل؟ الحمد لله. ما أنا بقول لسعادتك الرضا إنك أنت تحس بقى. لا، كان لديك الكثير والكثير للعطاء. أنا هقول لسعادتك على حاجة، في بعض الحاجات كان نفسي أتمنى أعملها، واخد بال سعادتك؟ الطريق الدولي وكل ده. الـ 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 المشروع بتاع سينا ده بتاع القطاع الأوسط بتاع ثلاثة المعلية كان نفسي أعمله جدا. خط السكة الحديد من أسوان لغاية حلفة كان نفسي أعمله جدا. الطرق بتاع الخطوط الكهربائية، كنا بنتكلم عن إبراهيم زكي قناوي، كان وهو بيعمر القنال، مدن القنال، كان عمره 75 سنة ولا 74. أيوة أنت ما هو نفس عمرك الآن. أيوة ما بقول لسعادتك، بس في حاجة، المناخ، الجو هو في حد يعني كده ربنا يكرمه ويجري الخير على قديه ويقول لا مش لاعب، قعدتش عايز؟ لا، انما تعبت هاريه، ده بيشد من هنا وده بيعقل من هنا وبيعصب من هنا. فعلا العمل السياسي ده رهيب. والسياسه يعني ال 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 السياسه بكل اسف يعني الكذب يسموه دبلوماسي، واللف والدوران يسموه سياسه، وال يعني شوف، في ثلاث انواع يعني بيتعرضون للعمل العام. واحد بيعتبر العمل عباده، بيعبد ربنا سبحانه وتعالى في عمله ولا يقصر ويخلص في عمله. الثاني يعني العمل فخفخة وبغددة، يعني عربيات، حراسات، أبها، طرف. النوع الثالث بيعتبر العمل الوزاري أو العمل العام بمثابة بيزنس، تجارة، وكلمة كل ناس بيزنس يعني دي كلمة مهذبة ممكن توصل إلى فساد. الله شاهد، وأنت والسادة المشاهدين كلهم يعلمون أنك من الصنف الأول، وأنت عمرك ما غيرت الصنف أبدا. الله شاهد ان كنت راهب في دير اسمه مصر بعبد ربنا فيه، وبكل الحب، بكل الحماس، بكل التجرد، بكل الترفع، بكل الاخلاص، بكل الدفاع. انما انا الله ولحكمته هقول لك مرات موسى صبري وهو مريض المرض بتاع الموت الله يرحمه، التقيته بيكلمني في التليفون، كان راح السويد علشان يتعالج، والظاهر قالوا له ما فيش فايدة، توكل على الله، ارجع مصر تاني علشان تقابل ربك. فالتقيته بيكلمني في التليفون وبيقول لي انا عايز اجيلك. كنت انا رحت له البيت طبعا، قلت له الحمد لله على السلامه وربنا يتمم لك الشفاء، ووسيته يعني. ف لقيته بيكلمني في التليفون بيقول انا عايز اجي لك، قلت له لا اجي لك واجي لك فورا. قال لا انا تعبان ومخنوق وعايز اتهوى، ففكرت اجي لك، اهلا بيك تعالى. جالي قال لي على حاجتين، قال لي الامانه دي توصلها لاصحابها، واداني امانه. ماشي حاضر. قال لك يا فراوي انت مفتوح عليك جبهات كتير، واخد بال سعادتك؟ اللي بتفتح عليه جبهه واحده بيغلب، وانت مفتوح عليك خمس ست جبهات، فيعني حرام عليك نفسك. قلت له اجري اعمل تنشر علي، اجري اعمل ايه؟ قدري. بمناسبة رؤساء الوزراء، ما حقيقة
ما قيل أن هناك مشاجرة حدثت بينك وبين الدكتور عبد العزيز حجازي في أحد الفنادق الكبرى ونقلت على أثرها إلى المستشفى. لا أنا أغمى علي عبد العزيز حجازي، أنا أحبه جدا ومن أشراف مصر، واخد بالك لك ده، ووطني نظيف واسمه محترم وبعتبره أخويا الكبير وأستاذ. فجه عايز شغلانة في المحليات، فأنا كلمت له المحليات بتوع الجيزة، هو ساكن في المهندسين، علشان أوصيهم عليه يعني يعملوا له الشغلانة بتاعته. إحنا داخلين كان فيه فرح مش عارف مناسبة إيه، يعني حد من الوزراء بيجوز بنته وأنا معزوم وعبد العزيز معزوم وكل يعني كل مجموعة في لوكاندا في الهرم. فأنا داخل قابلت عبد العزيز حجازي، خير أخبارك إيه؟ ف بيقول لي فاهم ان بتوع الجيزه دول تبعي بتوع المحليات، قال الناس اللي عندك دول ما هماش مظبوطين وعايزين رشاوي بتوع عندنا، وقال لك في محسوبيه في الوزاره عندنا ورحت رد عليه رد بايخ وفي تلتقتني اغمى عليه لان طبعا ما كنتش احب ان ارد الرد ده ولا يعني وقعت. ما حقيقة ما قيل انك رشحت لرئاسة وزراء مصر وان الجهات الامنية تحدثت معك بشأن ذلك؟ سمعت قالها لي حد سمعت بل ان سمعت ما تتكلم. عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك سمعت ايه؟ عايز اقول لك على حاجه، عايز اقول لك على حاجه، انا اعتز بحسب الله كفراوي جدا واحنا نعتز بيك جدا، واخد بال سعادتك وبتاريخك وانجازاتك، واخد بال سعادتك وشفت ان في وزراء زي ابو غزاله زي مصطفى كمال حلمي زي ماهر أباظة زي إبراهيم بدران زي حسن أبو باشا أقسم بالله الواحد فيهم يوزن نص دستة رؤساء وزارات من بعض رؤساء الوزراء نص دستة. يعني حكاية رئيس وزارة دي يعني لا بس انت رشحت. لا اسمعني احنا بنتكلم حصل الكلمتين دول ما فيش داعي ندخل في التفاصيل. طيب وكان حتى معاك وزير كهربا حبيب روحي حبيب روحك هو طويل حبتين بس انت ذكرتهم دلوقتي واخترتوا اسماء الوزراء حصل ده حصل حصل الواقع. طيب انت مش عايز تبعد؟ لا انا بقول لسعادتك حط واحد من اللي قلت لك بعض واحد من بعض اللي قلت لك اساميهم دول في كفه قدام دسته من يعني بعض رؤساء الوزارات في اي حته يعني مش حكايه الحكايه. من المسؤول عن 119 عمارة والتي تم إيقاف البناء فيها في القطامية؟ هل هي الهيئة العامة للتعاونيات باعتبار جهاز إشراف ولا الشركتين المنفذتين للمسؤول؟ لا عايز أقول لك على حاجة الحدوتة بتاع عمارة القطامية اتعملت فيلم كلام الليل ليسرى اتعملت فيلم. هل دي الحقيقة بعينها؟ دي الحقيقة بعينها. ازاي تتعمل اسكان شعبي قدام بتاع فيلات الجولف؟ يعني بس عشان برضو السادة المشاهدين اللي ما شافش البتاع كان عبارة عن مجموعة من رجال الأعمال يعني لهم نفوذ والنبي في سهرة حمراء وقالوا إن إحنا مش عايزين القطامية
ومسبب لنا مشاكل كتير، فندعي بان فيها خطا في الاساسات والتصميمات. حاول بقى العبارات موجوده اهي. اه هو جرى لها حاجه اتقشرت واتدهنت بما يرضي اذواق بتوع الجولف. يعني هل هي سبب العمارات شكلها يعني على غير ما كان شعبي مساحات محدوده مطله على ملاعب الجولف، مطله على ملاعب الجولف، فازاي بقى يبقى حبال الغسيل ونسبته والغسيل اللي مش حلوه قوي يبقى يطل على يعني معنى كده نسوا الله فانساهم انفسهم، نسوا الله فانساهم انفسهم. يعني معنى كده ان اصحاب المعالي والصفوه يرفضون السكن بجوار الغلابه ومحدود الدخل. حقهم جاوبني. بس حقهم ما يبقاش بالطريقه دي. اه حقهم يعني حقه انه يسكن في حته بالشكل الفلاني ويبقى بعيد عن الحته اللي بالشكل الفلاني، واخد بال سعادتك؟ كلنا بنختار يعني. نسكن في المهندسين ما نسكنش في متعقبه مثلا. يعني بالمناسبه متعقبه دي انت كنت ساكن والسادات قال لك في يوم من الايام انت ازاي تسكن في متعقبه؟ واخد بال سعادتك؟ من حقه. انما يعني الخوف من ربنا فين؟ لما تيجي تحكم على 119 عباره بالشكل ده وتشيله، مين اللي هيدفع تكلفته؟ ما هو الناس اللي مش لاقي تاكل، الناس اللي عايزه تاكل. ده جراش رمسيس اخر بقى ولا ايه؟ ايه؟ جراش لا ما جرلهمش حاجه، هم قشروا ودهنوا ووسعوا البتاع ورفعوا المستوى بتاع السكان شويتين. يعني خلوهم بدل ما يبقوا اسكان لمحدود الدخل خلوها الاسكان فوق متوسط الدخل. عشان الغسيل يبقى انضف شويه. عام 1990 نشر خبر غريب جدا، يعني ان مصر فيها 2 مليون شقه مغلقه، وحضرتك رحت لمختار هلوده. كان ماسك وقتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. وقلت له هذا الخبر هيضر غير صحيح، فقال لك لا الخبر ده صحيح. اين الحقيقه؟ انا يعني ان بعض الظن اسم. انا لما قريت الخبر ده اتهيالي انه موجه ضدي، واخد بال سعادتك؟ ضد سياستي. لان زي ما بيتقال العلاج حق كل مواطن، التعليم حق كل مواطن، انا كنت بقول السكن حق لكل مواطن. زي رغيف الخبز. زي رغيف الخبز، واخد بال سعادتك؟ وعلشان كده وعايز اقول لك برضو في السياق ده، حسني مبارك كان مقتنع تماما بهذا الكلام وساعدني في اكتر من مره وفي اكتر من مناسبه. يعني جم عايزين يرفعوا سعر حديد التسليح من 600 جنيه ل 700 جنيه في وقت من الاوقات، طن حديد التسليح. فانا اعترضت، كان الدخيله ده اعترضت وعملت خناق. حديد الدخيله؟ ايوه. عايزين يرفعوا سعر الحديد من 600 جنيه ل 700 جنيه. ليه؟ لان صندوق النقد مساهم ب 3%. انت عارف طن الحديد النهارده بكام؟ 3500. ف عملت دوشه وما وافقتش. فطبعا اشتكوا للرئيس، كلمني في التليفون، يا كفراول اللي حصل النهارده؟ قلت له حصل كيت وكيت وكيت وكيت. قال لي معاك حق، اعتبر الموضوع منتهي وما ترفعش ال 100 جنيه. تمام. مره تانيه كنا بناخد قروض تعاونيه
من الدولة للإسكان لجامعات الإسكان ب4% سعر فايدة، والحكومة بتدفع الفرق 5%. يعني بتستلم الحكومة بتستلف ده من صندوق المعاشات ب9% وبتديهولنا في التعاونيات ب4%. فحصل أزمة وعايزين يلغوا الدعم بتاع 5% ده، يلغوه. اتخانقنا برضو، كلمنا الرئيس، ايه اللي حصل؟ حصل كيت وكيت وكيت وكيت. قال انت عارف ان صندوق النقد ضغط علينا والبنك الدولي ضغط علينا، هل ممكن نمشي ب5%؟ قلت ربنا يخليك ويطول عمرك ويبارك فيك. اتحل. واخد بال سعادتك؟ في مواقف كتير بالشكل ده. يعني لما زي ما قلت لك العرض سليم، القرار فوري وسليم. صح، واخد بال سعادتك؟ يعني انا كنت مقتنع ولا زلت مقتنع جوايا ان الاسكان حق من حقوق المواطن على بلده. معالي الوزير، تسمح لنا ان احنا نستكمل هذا الحوار الرائع والثري في حلقة قادمة؟ يسعدني ويشرفني. اعزائي المشاهدين، نستكمل الحوار مع خوفو مصر الحديث واول مدن الجديدة، المهندس حسب الله الكفراوي، وزير الاسكان والتعمير واستصلاح الاراضي الاسبق، في الحلقة القادمة بإذن الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.